الشخير طبعا ابن أبي الشيخ، كما كان يقول الشيخ حماد الأنصاري مسيل اللعاب. يبحث عن كتب لغاية الآن لم تطبع، منها مسند بقي بن مخلد وتفسير ابن أبي الشيخ، فكان يسميه مسيل اللعاب. ومات الشيخ ولم يقف على هذه الكتب، وممن دخل علم المخطوطات في قلبه واستوغل شيخنا مشهور حسن، حتى سمعته مرارا يقول: سأطلب من ربي إن أدخلني الجنة أن يوقفني على المخطوطات التي لم أقف عليها في الحياة الدنيا. يعني لسه الرجال شو ماله بده يدور مخطوطات، وهذا وين هو؟ وين في الجنة؟ طبعا انت بجوز تستغرب تقول ليه قول عليه. اصبحت متعة وتلذذ شيخنا مشهور حسن بماذا؟ بالمخطوطات. فنسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. طيب طب شو دخل اللبن؟ قال: ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. طبعا اللبن من أسباب النعاس، فالإكثار من اللبن شو بسبب؟ نعاس، وبالتالي سوف تتكاسل عن صلاة الجماعة. ولذا النووي كان لا يأكل القثائيات، يعني الأكل اللي فيه مي، قال: مخافة أن أنعس ولا أطلب العلم. والنووي رحمه الله كان في اليوم الواحد عنده 12 درسا في اليوم الواحد، بين تدريس وبين تعلم، وكان لا ينام على سرير، وإنما ينام فقط على الكرسي، أو طبعا هم يقولون وهو جالس. بكفينا 10 دقائق، خلينا أكمل قراءة. أما أنت نازل لي على سرير وجنبك فخدت، اصحى يا فلان شو بده صحيني، كب علي مي يا دوب تصحى علي، وهذا وشو انقلبت الموازين. شو ليش هم بيختلفوا عنا بإيش؟ واحد، نعم، هذا بعد فضل الله التقوى والإخلاص، إنه كان له الواحد هدف. هل عندك هدف؟ شو هدفك أنت؟ أعطيني شو أهدافك؟ ما هي هدفك؟ ابن عساكر كتب تاريخ دمشق 80 مجلد مطبوع وناقص، يعني مش محقق كامل، يعني مش محقق التحقيق المطلوب، 80 مجلد. طب هذا إمتى بدلش في المشروع هذا؟ أكيد هو من 10 سنين. أنت هيك بدك تموت ومش مؤلف مجلد، قديش عمرك؟ 25، معناته ما بدك تموت. وأنت قديش؟ 50. أوه الله يرحمك، 50 سنة صار من عمرك أستاذك مش مؤلف إيش؟ كتاب. طب هذاك 80 مجلد، هذا بس كتاب واحد غير الكتب الثانية. شو هذا؟ دلالة على انه ايه؟ عنده هدف. عندك هدف؟ فلا تقارن نفسك باللي حواليك، لا تقعد يضحكوا عليك زملائك ويقول لك انت انا شو المانع انا اكون انا من ورثة السلف، حتى وزاحمهم بالركب عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن نكون. دنيا فانية يا جماعة، إياك يضحكوا عليك يقول لك روح كمل جامعات وجيب شهادات وادرس هندسة وطب وأبصر إيش والله بضاع عمرك هيك على الفاضي.
وأهلكت نفسك وأهلكت شبابك. اعمل لهدف لآخرتك لآخرتك، وما تقولي لا والله بدي أجمع بين الهندسة وبين هذا، حكي فاضي ما في مجال للجمع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.